طيب بخطوات جادة بتقترب مصر من تحقيق حلم القضاء على ظاهرة المشردين وأبناء الشوارع بعد سنوات قليلة من إطلاق البرنامج القومي أطفال بلا مأوى اللي بتنفذه وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية بهدف القضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة اللي جاية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل للأطفال بلا مأوى لدمجهم داخل المجتمع. بيعمل البرنامج في 13 محافظة لمواجهة ظاهرة تشرد الأطفال مع العمل على تطوير المؤسسات الاجتماعية وإعداد قواعد بيانات شاملة لدور الرعاية وفق خطة عمل واضحة. معانا على الهاتف الأستاذ حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى. برحب بحضرتك يا فندم. أستاذ خلود وأستاذ المشاهدين، عايزين نتكلم يا فندم عن الجهود اللي تمت خلال السنوات الأخيرة، يعني تحديدا من بداية هذا المشروع من 2016 في ضم الأطفال من الشوارع، وأيضا مش بس ضمهم، تأهيلهم علشان نحولهم من إنسان كان بيعاني من ظروف صعبة إلى إنسان يتمتع بحياة كريمة وحياة كمان أسرية. هو الحقيقة في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين وخاصة الأولى بالرعاية اللي من ضمنهم الأطفال والكبار بلا مأوى واللي في وضعية الشارع، ومن خلال آليات الحقيقة محددة بتتمثل في وحدات متنقلة بيعمل عليها يعني فرق عمل من أقسام اجتماعيين ونفسيين وأخصائيين أنشطة ومديرين حالة وسائقين ومسافرين. الحقيقه معالي الوزيره وجهت بانه لازم يتم الاستعداد خاصه في حالات الطقس السيء، انه لازم نكون جاهزين زي ما حضرتك تفضلتي في مش بس 13 محافظه، هم 14 محافظه الحقيقه بيعمل فيها 17 وحده متنقله. مهمه فرق العمل انها تتجول وتروح للمواقع اللي بيتواجد فيها هذه الحالات من الاطفال او الكبار اللي في وضعيه الشارع. مهمتهم ان هم يحيلوا هذه الحالات من وضعية الشارع الى دور الايواء ودور الرعايه اذا ما كانش عندهم اسر، ولو كان عندهم اسر بنشوف ايه المشاكل اللي موجوده داخل الاسره اللي خلتهم يلفظوا هذه العناصر او اخواننا واهالينا ويخرجوا للشارع. طب احنا ممكن يا فندم نتكلم بلغه الارقام اذا امكن، يعني عايزين نعرف عدد اللي تم تاهيلهم حتى الان وضمهم من الشارع، عدد كمان الاطفال اللي احنا قدرنا ان احنا نحل مشاكلهم الاسريه ونرجعهم مره ثانيه. تمام يا فندم، احنا تعاملنا من بدايه البرنامج في 2017 حتى 30 سبتمبر 2021 مع حوالي 16,980 يعني 17,000 حالة تقريبا اتعاملنا معاهم. تم دمج إعادة تأهيل ودمج داخل الأسرة وداخل دور الرعاية حوالي 5,150 طفل تم إعادة دمجهم. تمام. الحقيقة في عندنا بالنسبة للكبار اتعاملنا مع حوالي 4,500 حالة من الكبار، وتم إحالة عدد كبير منهم لدور الرعاية. والحقيقة الخدمات اللي تقدمت للناس في وضعية الشارع تفوق ال 12,000 بالنسبة لكبار السن، لأن زي ما حضرتك عارفة اللي في وضعية الشارع من كبار السن هم بيبقوا ثلاث أنواع، يا إما بيبقى حضرتك حد فعلا محتاج رعاية وليس له مأوى إلا الشارع، أو في نوع ثاني هو بيتسول الحقيقة وبيكون ليه أسرة، أو النوع الثالث هو عنده مشاكل عقلية أو نفسية. تمام. فبنتعامل حقيقة مع كافة الحالات دي وبنوجه وبنحيل الحالات إلى جهة الاختصاص، زي مثلا وزارة الصحة بتتعاون معانا اللي عندهم مشكلات عقلية أو نفسية، أيضا وزارة الداخلية بتتعاون معانا في مشكلة التسول، ولكن استراتيجية الوزارة الحقيقة بتوجيهات من القيادة السياسية إنه لازم يبقى في تكثيف بالتعامل مع هذه الحالات في وضعية الشارع خلال الفترة المقبلة، أملا في أن احنا نحد من هذه الظاهرة أو المشكلة وصولا إلى القضاء عليها تماما إن شاء الله. بإذن الله. الأستاذ حسني يوسف مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، شكرا لحضرتك.